السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سي الحاج طيب. أهلا شريفة. لاباس الله يبارك فيك، كيداير أنت بخير؟ الله يبارك فيكم للا. لاباس. حفظكم الله ورعاكم. نحبك في الله، ديما كنتبع البرامج ديالك. بارك الله فيك للا. الله يبارك فيك. بارك الله في الوالدة ديالك. الله يطول عمرك للا، أحسنك الله، جزاك الله ألف خير. كسي الحاج الله يحمي والديك قدام معايا. الله يرفع عليا الموانع والعكوسات. يا ربي، أش وقع لك للا خديجة؟ جزاك بخير. أش وقع لك للا؟ ماتوا والدي الله يرحمهم. إيه؟ وساكنة مع أخويا. هو يتداعي معايا. ولالا خديجة ملي ماتوا والديك خلاك باقا عازبة ما تزوجتيش؟ لا باقي. لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان الاخ ديالك اللي تهلا فيك راه غيدير الخبيزه كلها. تهلا فيا الله يتهلا فيك خير، الله يبارك فيك. الله يفرج عليك ولك. ديما امين علينا وعليك جميعا المسلمين. ولكن السر ديال البنت هي تكون هي في دارها، تكون هي مع زوجها ووليداتها ودارها مستقله. بارك الله. غتبقى ضيفه الى متى؟ الله يخليك صحتك ووليداتك. الله يحفظك لاله خديجه. تبارك الله ديما كنتصنت ليك تنفرها. إلا وراك ليا خويا في التليفون صافي. كنشكرك اختي خديجه، كنشكرك الله يبارك فيك لالا. بارك الله فيك اختي الحاج طيب، بارك صحتك ويخلي لك وليداتك ومعز عليك. امين يا رب امين. شكرا لك لالا خديجه. خديجه من الدار البيضاء هي صارت واحد المشكله اجتماعيه، هي انه كاين الفتاه التي لا تتزوج وادركت والديها قد توفوا، مات الوالدين وخلاها عازبه. أكيد أن من أكبر المعاناة اللي يعانيوا منها الأولاد بعد موت أولادهم، إذا كان واحد باقي صغير يتم الصغر سهل، لكن الإيتم ديال الكبر صعيب، خصوصا إذا كانت الفتاة ما تزوجاتش قيد حياة والديها وكبرت في السن، عندها 30 34 40 44 وكتكون وحيدة. ملي كتفرق العائلة، ملي كتفرق العائلة وكيمشوا الوالدين الى الدار الاخره وكيكونوا الخوت مضاربين مع الزمان، شكون اللي خاصو يقوم بالجناح؟ شكون اللي خاصو يكون بالعنايه والرعايه؟ طبعا الاخ الاكبر، هذا هو العرف والعاده والشرع والقانون والمنطق والعقل، خاص الاخ الاكبر هو يكون الجناح، هو الخليفه ديال الوالدين. وعلاش حنا كنقولوا دائما عندك التفضيل اللي بين قوسين بين الذكر والانثى، وليس الذكر كالانثى، وفي تقسيم التركه كنقولوا للذكر مثل حظ الانثيين، الذكر كنعطوا جوج عواد والبنت عود. هذا التفضيل لماذا؟ لان الولد الذكر عنده المسؤوليه بعد وفاه الوالدين، راه هو اللي خصو ينفق على خوتو، هو اللي خصو يجمع الشمل ديالهم، هو اللي خصو يطفي الغضب لا قدر الله وقع شنآن، هو اللي يحتضن شي واحد من خوتو تقطع به الحبل او واحد من خواتاته ما مزوجاش او طلقت، خاصو هو يقوم بهذا العمل. لهذا كنخاطب بعض النساء المناضلات في جمعيات حقوق الانسان، والذين عندهم واحد المطلب كيركزوا عليه هو المساواه في الارث بين الذكر والانثى. هذيك راها واحد الجزئيه صغيره، لكن الجزئيه الكبرى اللي ارصد عائمها الاسلام وشريعه الاسلام، وهي الكفالة ديال الذكر لأخواته البنات، أنه أعطاه الله تعالى واحد المسؤولية جسيمة، أنه لابد يحضنهم ويتهلا فيهم. النموذج ديال خديجة من الدار البيضاء، ها هما والديها مشاو، شكون اللي غادي يهزها؟ شكون اللي غيكون بها؟ وهي ما عندها لا زوج وما عندها أولاد، وهي وحيدة وما عندها سمعة وما عندها خدمة، خوها الأكبر واش يديرها من باب المجاملة؟ لا، واجب عليه، واجب عليه ان يفعل هذا الامر. طبعا وكاين اللي كيلقى معاناه، كاين الا كرموا الله بزوجه صالحه مصلحه طيبه قلبها كبير، راه الخير يعم على الجميع
وربك يغدق عليهم من نعيمه. أما إذا كانت الزوجة قلبها ضيق وفيها الأنانية وكترفض هذه المعاملة الحسنة وهذا الجمع للشمل، فقد يكون أجره مضاعف مرتين، لأن خصو يرضيهك ويرضيهك، عنده الأجر مضاعف مرتين، وهذه سنة الله في أرضه وربنا يتنزه في ملكه. لالا خديجة أنت غير من اللي قلت لي بغيت شي حاجة تحيد العكوسات، أنا فهمت معاناة حياتك، فهمت بأنك كتعاني واحد معاناة شديدة، وأنك رغم أخوك الله يعمر له الدرق المكبير والعائلة كلها، ولكن ظروف الحياة صعبة واللي يعطي شحال قد ما يعطي، وكل واحد عنده مشاغله وعنده التزاماته وانتي وحيدة. أنطلب ربي سبحانه ونقول السادة المستمعين معنا كلهم يدعوا معاك ويرفعوا واحد الفاتحة، الله تعالى يختار لك زوج يكون من الصالحين، هذا أحسن حل بالنسبة إليك. اللهم يا ربي يا كريم، هذه للا خديجة عند السمية الجميلة، سمية أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، هذه السمية الجميلة يا ربي يا كريم للا خديجة رزق القبول، واختر لها من عندك زوجا يكون من الصالحين، اللهم ارزقه بها رزقا واسعا كريما، اللهم يا ربي وأسعده بها، اللهم وأكرمه بها، اللهم وافتح له أبواب الخير والتيسير بها يا ربي، عجل لها بالفرج يا ربي. قسمت الخير بين خلقك فارزق أختنا خديجة قسمة زائدة، قسمة كبرى، قسمة مباركة، اللهم عجل لها بالفرج، اللهم عجل لها بالفرج، وعجل لكل فتاة في وضعيتها، كل فتاة في وضعيتها وفي معاناتها. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وأنت أعلم بأحوال كل منا، اللهم عجل لهن هؤلاء الفتيات المعذبات لما عندهم زهر وما عندهم حظ وما القول رحيم وما القول قلب حميم، يا ربي أنت حبيبهم وأنت طبيبهم وأنت مولانا ومولاهم، عجل لهم يا ربي بالفرج وكن لهم يا ربي وليا ونصيرا. يا رحمن يا رحيم دعوناك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت وإذا سئلت بأعطيت، أن تحقق لنا هذا الطلب، إنك على كل شيء قدير وأمرك بين الكاف والنون، إذا قضيت أمرا إنما تقول له كن فيكون. يا رب إنك تعلم بحال خديجة رهم الآلاف كاينين، رهم معدبات غير اليوم، اليوم في المكتب عندك العمل استقبلت خمسة ديال النساء بحال خديجة، والله وحدش دتني ساعتين وعندي عمل شاق وعندي فيه مسؤوليات وخصني ننجز العمل نعطيه رئيسي المباشر، وبقيت معها ساعتين وجاية مسكينة من بعيد وما عندها زهر، وقالت لي كنفكر في الانتحار، ونعطيتها خاطرها تتكلم وبكات وشربت الماء ومسحت الدموع. ونفس القصة ديال خديجة، نفس القصة ديال الوالدين كيموتوا وكيبقاو الخوت والخواتات وكيكونوا فيهم الرحمة في الأول، ومن بعد كتبدل الأوضاع والمرأة كيجرها الرجل والرجل كتجر المرأة، وهذوك الاخرين كيبقاو بين الرجلين حتى واحد ما كيديها فيهم. فنسأل الله تعالى الرحمن الرحيم الودود الكريم، اللهم عجل لهن بالفرج، اللهم عجل لهن بالفرج، اللهم عجل لهن بالفرج، وأسعد قلوبهن يا مولانا. يا ربي احنا على أبواب عيد الأضحى وهذا الصيف، يا ربي اجعلوا لهم مناسبة سعادة، عرس وأعراس وأفراح ومسرات وبركات. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم، آمين آمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.